السلام عليكم اخواني، رحب بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. شبابنا، راح نحكي اليوم عن موضوع الحرائق وعن طفايات الحريق. اخواني، مثل ما تعرفون مشاكل الحرائق اللي تصير بمختلف الصناعات مشاكل كثيرة، ومن دواعي الامان، دواعي الثقافة، انه احنا نتعلم الحريق شلون يصير وشلون ممكن نقدر نسيطر عليه. اخوان، تعرفون الحريق ببساطة هو يتكون من 3 عناصر تجتمع معا، اللي هي منو؟ تمام؟ مثلث من 3 عناصر، اللي هو منو هذا المثلث؟ اللي هو الوقود، يعني المادة اللي تشتعل، والأكسجين، تمام، والحرارة. زين، راح أسأل إخواني. أولاً يقول الوقود اللي هو الفيول والأكسجين. زين إخواني، الأكسجين هو نفس الهواء لو يختلف؟ أستاذ، يكون موجود بالهواء، يعني الأوتو، يعني هو الأكسجين يكون موجود بالهواء عبارة عن الأوتو. بعد شنو رايكم شباب؟ الأكسجين يقصد بالأكسجين اللي يساعد على الاحتراق واللي يكون الحريق. زين، يعني الأكسجين نفس الهواء لو يختلف؟ شنو اختلافه؟ استاذ، الهواء يعني مزيج هواء من خليط من الغازات. نعم، هسه جوابك منطقي. زين، الهواء مين يتكون؟ الهواء اي نيتروجين اكسجين و نيتروجين نيتروجين اكسجين اكو واحد مشغل مايك هيدروجين لا مو هيدروجين اخواني 78% من الهواء هو نيتروجين، 21% من الهواء هو اكسجين. هاي ايش قصة صارت؟ 99، بقى 1% غازات اخرى، بسبب حقيقه اخواني بسبب النشاط الحيوي اللي يصير على الكره الارضيه. هذه 1% فقط اللي هي غازات اخرى، اللي هي مثلا السي او 2، تمام، مثلا بعد شنو؟ الهيليوم، الارغون، الى اخره. هاي الغازات كلها تشكل 1%، لكن اساسا هو الهواء يتكون من غازين اساسيات اللي هي النيتروجين 78% والاكسجين 21%. احنا هنا نستفاد من الاكسجين اللي هو موجود من الهواء، تمام شباب؟ زين، الحراره، تعرفون الحراره اللي هي الهيت اللي يصدر من مصدر حراره. زين اخواني، هذا سابقا كان يسمى الاشتعال. اوكي، شنو يسمى مثلث الاشتعال؟ يعني حديثا اجت دراسه قالت يابا انه احنا عندنا 4 عناصر الاشتعال مو 3. شنو هاي 4 عناصر؟ نضيف على الاكسجين والوقود، تمام، والحراره، الثلاث شغلات، شيء يصيحوا له تشين كيميكال ريأكشن، اللي هو التفاعل الكيميائي المتسلسل. يقول هو هذا اللي يحافظ لي على شنو؟ يحافظ لي على ديمومه الاحتراق، يحافظ لي على ديمومة الاحتراق. وهنا أنا هذا مثال أكثر شيوعا مصادر الحرارة شنو، ومصادر الأكسجين ممكن شنو، ومصادر الفيول، القضايا اللي تحترق هنا أنا غازات، سوائل وأبخرة ومواد كيميائية ومواد صلبة. وهذا المثلث اللي هو اللي يسمى مثلث الاحتراق. لكن إخواني، حقيقة هو بالأساس بدون مثلث الاحتراق ماكو تفاعل كيميائي متسلسل.
يعني بكل الحالات انت تحتاج الفايرت فانبول اللي ويتكون من هيت وفيول واكسجين حتى تتكون النار اللي يحافظ على استمرارها اللي هو التفاعل الكيميائي المتسلسل. تمام شباب؟ التفاعل الكيميائي المتسلسل. هذا الوقود واضح، الهواء الاكسجين اللي موجود بنسبة 21%. تمام؟ زين اخواني، اكو شغل والحرارة مصدر الحرارة. طبعا مصادر الحرارة هنا شارح لك منين تجي. ممكن تجي من الكهرباء. شلون تجي مصدر الحرارة من الكهرباء شباب؟ اكو حد يقدر يقول لي؟ من الكهرباء اذا صار يعني حال الكهرباء مثل انفجار بالكهرباء او بالبورد الكهربائي راح تتولد حرارة من خلاله. زين بعد تماس كهربائي. تماس بعد اي مصدر طاقة هو يعني يسبب اشتعال مثل النار، جداحة، كهرباء. لا لا يعني... لا لا احنا سؤالنا على لا وسؤالنا على الكهرباء. الاوفرلود اخواني الاوفرلود يسبب هيت. اوكي الاوفرلود تحميل الزايد يسبب هيت. بعد شنو؟ عدم توصيل اسلاك كهربائية، تلف وتلف المعدات والأجهزة الكهربائية، التدخين، وهذا الشيء أنتم تعرفونه. الأعمال الساخنة هم تنتج لحرارة اللي هي القطع واللحام، لهب مباشر، أسطح ساخنة، تمام، مواد معدنية اللي هي تحتفظ بدرجة الحرارة فتكون ذات أسطح ساخنة، الاشتعال الذاتي اللي هي بسبب التفاعلات الكيميائية. زين الكهرباء الاستاتيكية. تمام هنا أنا شباب خلي موضوع الكهرباء الاستاتيكية شوي نقف عنده ونحكي عن هذا الموضوع. اخوان منو يعرف شنو الاستاتيك الكتروسي؟ الكهرباء الاستاتيكية شنو يعني؟ هذا الكهرباء الساكنة بتجمع الشحنات الكهربائية. اعرف الكهرباء الساكنة بس هي شنو تعريفها؟ ما سمعاني بها اكيد ما اخذينها احنا يعني سابقا. شباب الكهرباء الساكنة هي تولد الشحنات الكهربائية نتيجة الاحتكاك بين جسم صلب بصلب او سائل بصلب. اللي يصير ويانا يعني احنا مثلا عندنا هسه من تلبس ملابس او مثلا من قضية البطانية مال النوم او الى اخره من هاي الشغلات كلها نتيجة هذا الاحتكاك تتولد هاي الشحنات ببساطة. اكو بعض الاحيان تتولد بالجسم نتيجة انه انت مرتدي تكرمون حذاء لفترة طويلة، وهذه الحذاء طبعا هي تتفرغ بالارض الكهربائية الساكنة، فانت ما عندك فرصة تفرغ هاي الكهربائية الساكنة، فهنا راح تشوف تسلم على شخص مثل اللي ينتلك او تنتله. يمكن اكيد مرين بهاي الحالة تسلم على شخص ينتلك. فهذا موضوع الكهربائية الساكنة ببساطة، لكن هو يسبب كوارث. وين يسبب كوارث؟ بالسوائل القابلة إلى الاشتعال اللي هي النفط الخام ومشتقاته اللي تنقل بالتناكر أو تنقل بالأنابيب. هذا نتيجة الاحتكاك ومساحة الاحتكاك العالية تسبب تولد كهربائية ساكنة بصورة كبيرة جدا. ولو شايفين أخواني لو شايفين التناكر اللي تنقل النفط والغاز تلقون بها شغلة اللي هي مقطعة على أقسام. تعرفون شنو السبب؟ حتى من يصير ليك ما يخسرونه كله هو المشكلة. مود لا من يصير
احتكاك عمود الأثر الشعلة وتدي إلى احتراق. حتى نقلل مساحة الاحتكاك اللي تولد الكهربائية الساكنة. حسن اليوم أنا هذه إذا قطعة واحدة تانكي فالرجة اللي تصير من مال السائل تولد مساحة احتكاك أكبر شباب، مو مثل ما هو مقطع إلى أجزاء يا شباب. شوفوا مقطع علماً مقطع إلى أجزاء، فهذا هنا التانك راح تولد بكهربائية ساكنة مخيفة بحيث تصل إلى مراحل الانفجار، وهذا يصير كذلك بتانكيات العزل وبأنابيب النقل. فهذا الحل موضوع شنو؟ الأرض، التأريض الجسم هذا الحديدي واير ينزل للأرض راح يفرغ لك جميع الكهربائية الساكنة اللي تتولد، كذلك الاحتكاك اللي ينتج حرارة أم كذلك. زين، رابعا تفاعل كيميائي المتسلسل، يقول يستمر الحريق في الاشتعال طالما العناصر الثلاثة موجودة، تمام، وينتج هذه العناصر مواد كيميائية فعالة تعرف بالشقوق الطريقة، والحريق راح يستمر ويعرف بالتفاعل الكيميائي المتسلسل. اخوان اكو شغلتي لطيفات اللي هنا يسموهن الـ UEL والـ LEL. شنو الـ UEL وشنو الـ LEL؟ الـ UEL هي مختصر Upper Explosive Limit، والـ LEL هي Lower Explosive Limit، يعني حدود الاشتعال العليا وحدود الاشتعال الدنيا أو السفلى. أوكي شباب، شنو الفرق بين هذه الحدود؟ وشنو فائدتنا احنا كأشخاص نتعرف على هذا الحد؟ اخوان بكل بساطة كل مادة بالعالم هذه تعريفها يقول هي مجموع الرينج مال التراكيز اللي هي القابلة للاشتعال اللي ممكن انها تشتعل. خلوا ربكم مثال اخواني، كل مادة الى حد ادنى للاشتعال التراكيز او حد اعلى للاشتعال، طبعا بمن؟ بالاحتماد او بالتعاون مع الهواء والحراره، لكن هو اساسا التركيز يلعب دور، تركيز هاي الماده يلعب دور اساسي بالاحتراق. شلون؟ انا عندي ثلاث شغلات، عندي ماده تشتعل وحراره وهواء، اكو ماده تشتعل باقل حراره واقل نسبه هواء، واكو ماده تحتاج حراره عاليه وتحتاج شنو؟ هواء اكثر حتى تشتعل، صحيح لو مو صحيح؟ خلي اضرب لكم مثال، جيب لي جيريكان وخلي بيه نفط وذب جيجاره بالجيريكان، يشتعل او لا؟ شنو رايكم؟ شو تقولون؟ خلينا نشوف تعليقات. لا استاذ، اذا نفط خام قصدك؟ اذا خام ما يشتعل، واذا النفط هذا العادي؟ العادي يعني ممكن زين ما يشتعل. لا واذا تحب جرب بعد شباب، ما راح يشتعل لان هذا التراكيز كانت جدا عاليه جدا غنيه انه تشتعل، تريد نار اكثر وتريد نسبه هواء اكثر. زين هذا اذا كان غاز يشتعل لو لا بال 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 بالقطف مال السيجاره الجيجاره؟ يشتعل. ليش؟ لان الغاز الابر اكسبلوسيف ليميت مالته عالي، اليو اي ال مالته عالي، يشتعل باعلى التراكيز ويشتعل باقل التراكيز. فهذا اخوان الغرض اليوم اني تشوفوا هذا كل ماده بالعالم انها ال اي ال اللي هو مستوى ادنى للاشتعال، ويو اي ال اللي هو مستوى اعلى للاشتعال. منطقه الاشتعال هنا تصير بالوسط بين هاي المادة وبين هاي المادة. شوفوا يعني هنا إذا كانت المادة ما تشتعل معناها أنه هي too rich to the burn، يعني هي غنية أنه تشتعل، تراكيزها كثيرة، وهنا تراكيزها قليلة أنه تشتعل. فهاي المنطقة الاشتعال تصير بين الـ LEL وبين الـ UEL لكل مادة تختلف عن المادة الأخرى.
زين هسه راح نسال السؤال الاهم انه يمتى تكون الماده خطره من اليو ال يكون كبير اوكي او هذا يكون كبير ال ال المستوى الادنى كبير او المستوى الاعلى كبير او من اثنين يكونون قليلات او يعني شلون يمتى الماده تكون خطره من يقدر يجاوب ها شباب يلا يويل قليل كذا اوكي شباب اكو بالتعليقات مجاوبين لكن احنا حتى اخوان المادة تكون خطرة من اليو اي ال يكون قليل والال اي ال يكون عالي يعني شنو معناها معناها مساحة الاشتعال راح تكون شنو كبيرة يعني يعني عندي هذه من تكبر تكون المادة تشتعل بأعلى التراكيز وهذه من تصغر المادة تشتعل بأقل التراكيز فمن هذه تكون تزيد وهذه تقل يكون decrease in the UAL and عفوا increase in the UAL and decrease in the LAL راح تكون المادة أكثر خطورة واضح شباب وهذا مخليكم جدول آني للإطلاع بنسب الـ LAL والـ UAL المن لبعض المواد مثلا هسه هاي المادة هذه المادة الـ LAL مالتها 1.1 والـ UAL هو 12.5 هاي المادة 3.3 إلى آخره هذا تطلعون عليه يعني for your information كذلك هذه المادة مثل ما أنتم تشوفون اللي هي الـ LAL والـ UAL ومنطقة الاشتعال هي تكون بالوسط نجي إخواني على موضوع الـ control موضوع الـ control يقصد به السيطرة على الحرارة هنا أنا أنا عندي مثلث يحتوي ثلاث أضلاع فحتى أسيطر على النار لازم أكسر أحد هذه الأضلاع هذه الأضلاع الثلاثة أخواني كالآتي أولاً يسمونها الفيول كنترول الفيول كنترول والأكسجين كنترول والإنرجي كنترول الفيول كنترول يسموها بالعربي التجويع الأكسجين كنترول يصيحوا لها الخنق والإنيرجي كنترول يسموها التبريد وتعرفون الفول كنترول التجويع يعني عزل المادة القابلة للاشتعال عن الحريق والأكسجين كنترول هو عزل الأكسجين عن الحريق بواسطة مثلا فاير بلانكت بطانية الحريق أو ما يسمى ب طفايات الحريق والإنرجي كنترول اللي هو سحولة التبريد اللي باستخدام المياه أو باستخدام الرغوة إلى آخره. زين نجي هنا إخواني قبل ما نبدي بأنواع الطفايات راح ناخذ قبل هذا الموضوع أنواع الحرائق أنواع الحرائق شنو أنواع الحرائق اللي موجودة عندنا شباب أنواع الحرائق تنقسم إلى أربع أقسام رئيسية كلاس A وكلاس B وكلاس C وكلاس D أوكي؟ أخواني كلاس A اللي هو حرائق المواد حرائق المواد اللي هي هذه الطبيعية والعضوية هاي الحرائق اللي مثلا تشمل الخشب تشمل البلاستيك، الملابس، الكارتون، الأوراق، هذه المواد مالتنا العادية يصحوا لها كلاس A. كلاس A. زين. كلاس B إخواني حرائق الغازات والسوائل القابلة للاشتعال.
اللي هي دائما تكون شنو حرارة يسموها البترولية، دائما كلاس بي يطلق عليها حرارة بترولية اللي هي السوائل والغازات المشتعلة. زين كلاس سي حرائق الكهرباء، كلاس دي حرائق المعادن. اذا هسه اي حرائق المواد العادية، البي حرائق المواد البترولية، سي حرائق الكهرباء، دي حرائق المعادن. نجي للطفاية، خلي نحكي اخواني على الطفاية. الطفاية مع الحريق تعرفون انه هي تتكون من اجزاء رئيسية اللي هي مثلا ذراع تشغيل مالتها، المقبض اللي نشيله من عندها، المسمار مال السيفتي اللي يقفلها حتى ما تشتغل ونسحبه من المحتاج نشغلها، وجسم الطفاية والهوز اللي هو الخرطوم، ومؤشر الضغط اللي احنا نشوف ضغطها لي. الطفاية اخوان تتكون من جزئين، جزء اعلى وجزء اسفل. الجزء الاعلى يتكون من جاز سيستم، جاز سيستم منظومة غاز. الجاز سيستم اخواني هذا يكون من غاز النيتروجين. هذه منظومة الغاز، اسفل منظومة الغاز هي يكون مستودع المادة اللي نستخدمها للاطفاء، سواء الباودر او CO2 او الرغوة الى اخره، راح ناخذ الانواع احنا بالاسفل ان شاء الله. فإذا هنا تكون المادة بالأسفل والفوق منظومة من الغاز، دائما تكون غاز النيتروجين حتى تدفع هذا المادة إلى الأعلى. استخدام الطفاية إخواني يستخدم بنظام يدعى الباس، ودائما يسألون عن نظام الباس شنو يعني. نظام الباس إخواني بالطفايات الحريق مثل ما تشوفون أنتم يعني أربع كلمات. البي تعني بيل، شنو بيل؟ يعني اسحب. الاي تعني ايم، بيل يعني يقصد اسحب المسمار الموجود بالطفاية. الاي ايم يعني وجه خرطوم الطفاية. زين الاس تعني سكويز، سكويز ذا هاندل يعني اضغط على المفتاح مال الطفاية اللي هو ذراع التشغيل، اضغط عليه بعد. والاس اللي بعدها معناها سويب، يعني تحرك او طوف، سويب سايد تو سايد، تحرك من جانب الى اخر. هنا راح اسال سؤال اخواني، انا اليوم عندي هذه نار، هذه نار، زين اتجاه الهواء، اتجاه الهواء بهذا الاتجاه، اتجاه الشمال، هذا الهواء، هذا اتجاه الهواء، هذا الاير. زين من اجي اريد اطفي الحريق، وين اقف باي اتجاه؟ هنا ولا هنا؟ هنا اتجاه الهواء، باتجاه الهواء اي هنا عكس اتجاه الهواء. شو السبب حتى الحراره والأبخرة واللهب يكون مو باتجاهات؟ زين بعد خلينا نسأل سؤال، ايش قد تتوقعون تكون المسافة بين مصدر النار والشخص اللي يريد يطفي؟ ايش قد لازم تكون المسافة؟ مترتين تقريبا. بعد ثلاثة متر، بعد اخوان من واحد ونص الى اثنين، منو قال مترتين؟ من واحد ونص الى اثنين بهالحدود. اخواني ثلاثة متر هواي، لان مستوى الطفاية اللي تحمل باليد هي تقريبا ما تصل ثلاثة متر، يعني تكون ضعيفة التأثير. هسه راح تقول الاستاذ اذا كانت النار قويه، اخواني الطفايه غير مخصصه عندما تكون النار عاليه، يعني الطفايه مخصصه لبدايه الحريق، والا اذا الحريق كان كبير شنو فائده الطفايه؟
ما ما ماكو فايدة من الطفاية إذا الحريق كان بصورة كبيرة. زين خلينا نجي إخواني هنا للطفايات. أول شغلة هي طفاية الباودر. طفاية الباودر تعرفون الباودر فد مادة كيميائية تشبه الطحين نفس الطحين. هاي المادة تكون يعني مناسبة مع حرائق أي حرائق B وحرائق C وحرائق D. هاي يعني طفاية دائما ما تكون أكثر وجودا وشيوعا كل أنواع الطفايات. يعني إذا تلقى لك 100 طفاية أو شركة تجيب 100 طفاية تجيب 75 باودر و 25 باقي أنواع الطفاية. لأن طفاية الباودر هي مناسبة مع حرائق أي اللي هي حرائق المواد العادية وحرائق B اللي هي حرائق المواد البترولية وC حرائق الكهرباء وD حرائق المعادن. زين نجي هنا طفاية CO2 اللي هو شنو؟ غاز ثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون يا شبابنا هذا موجود غاز مضغوط ومبرد بدرجة 70 سيليزي تحت الصفر. يعني يعمل بنظامين، يعني يعمل بنظام التبريد وبنظام الخنق، يعني عزل الأكسجين وتبديله بثاني أكسيد الكربون وتبريد الحريق لأنه هو يطلع مبرد درجة حرارة واطئة جدا. أوكي هذه زين. هذه الطفاية مخصصة لحرائق سي. حرائق سي شنو؟ حرائق الكهرباء. مخصصة أكثر فعالية مع الحرائق الكهربائية. هي الطفي أي والطفي بي والطفي دي ما تشكال، لكن فعاليتها مع حرائق سي. لذلك اي بورد كهربائي اي مول اي جنريتر اي كذا نشوف يمها طفايه نوع سي او 2. زين قبل ما نبدا بالفوم والله خلينا ناخذ الووتر طفايه الووتر. شبابنا طفايه الماء، الماء مناسب مع حرائق اي لو لا؟ مناسب. نعم. زين زين الماء مناسب مع حرائق سي؟ لا استاذ. ليش؟ لان هي حرائق كهربائيه، يعني احتمال انه راح تزيد سوء. لان الماء في الماء مؤثر جيد للكهرباء. كهرباء تمام، في ايونات الصوديوم والبوتاسيوم تنقل الشحنات الكهربائيه، يعني موصل للكهرباء. مضبوط. زين يبقى السؤال الاهم، الماء مناسب مع حرائق بي لو لا؟ لا. ليش؟ لأنه مواد بترولية والماء يحتوي على أكسجين. تمام. بعد مناسب إذا كان في حالة الرذاذ. جيد. بعد هذا الموضوع جميل جدا، جميل واي بكلام. احنا الأخوان منو جاوبنا؟ منو منو؟ نعم أنا. أستاذ علي. وبعد من اللي جاوبنا؟ أستاذ نفضل ما نستخدم الماء لأن كميات قليلة الماء هي الفيول، إذا كان الفاير عالي فالماء ممكن يزيد الحريق. إذا كميات قليلة ليش يزيد الحريق؟ ليش؟ الماء أصلاً متكون من H2O بعد يعني الحريق، اذا كان كميه قليله الماء ممكن يزيد الحريق. شعل هذا H2O مال الماء يختلف، هذا مذاب. ماده اثقل الساد، بترول اثقل، الماء اثقل من المواد البتروليه. زين احنا طبعا الغرض من سؤالي حتى نتناقش، يعني مو الغرض انه سؤال وجواب، لان احنا ان شاء الله اصدقاء. خلي هسه انا اجاوبكم، طبعا عاشت ايديكم البعض انه كانت اجواتهم صحيحه. اخواني هنالك ثلاث اسباب. السبب الاول موضوع الكثافه. كثافه الماء هي ايش قد؟ هي 1 غرام على سنتيمتر مكعب، صحيح؟
او الف كيلو غرام على شنو؟ على المتر مكعب، او بعد تردون وحده او 62.4 باوند على الفيت مكعب. الباوند ايش قد يساوي؟ من يعرف الباوند ايش قد؟ اثنين كيلو شوي تقريبا. شنو اثنين كيلو؟ كيلو غرام. زين بعد يلا استاذ علي جرام جرام على سنتيمتر مكعب. صوتك مو واضح. تقريبا سدس الكيلو الباوند، سدس الكيلو. زين بعد شباب. 62.5 جرام على سنتيمتر مكعب. لا اوكي، هاي كثافة المي 62.4 باوند على الفت مكعب، تمام ما عندي، بس قصدي الباوند ايش قد يساوي؟ احنا هذه وحدة وزن غريبة، بس اي واحد يقول لك كيلو غرام ايش قد؟ يقول لك 1000 كيلو، 1000 غرام العفو، تمام؟ دكتور نص كيلو غرام تقريبا. اخواني كل واحد كيلو غرام هو 2.2 باوند، كل واحد كيلو غرام هو 2.2 باوند، اي ما يعني ان الواحد باوند هو بالضبط 450.54 غرام، يعني نص كيلو الا شويه، النص كيلو هو 500 غرام، هذا 454 غرام. وضحت؟ زين الفت ايش قد؟ القدم النفاط، ما عندي سين نفط، اذا ما تعرفون الفت ايش قد يعني الوضعيه تعبانه. واحد متر يساوي 3.33، 1 متر يساوي 3.28. 1 فت 1 متر يساوي، نعم تمام، يساوي 2 1 متر يساوي 3.283. احسن احسن احسن، يعني الفت ايش قد يساوي؟ 0.8 سنتيمتر. كل واحد فت كل قدم هي 30.8 سنتيمتر، يعني تقريباً 31 سنتيمتر هذا الفت. ومثل ما تفضل الأستاذ كل واحد متر هو 3.28 فت، يعني المتر تقريباً 3 فتات وربع، المتر تقريباً 3 أقدام وربع. عاشت ديك. هسه احنا وين طبقنا؟ زين أولاً موضوع الكثافة، كثافات النفط ومشتقاته يا شباب، كثافات النفط ومشتقاته تتراوح تقريباً من 200 تصل إلى 800، يعني تقريباً 800 اللي هي كيلو غرام على المتر مكعب، في حين أن المي هو 1000، تمام؟ هذه أولاً موضوع الكثافة، لأن هذا راح يساعد على انتشار الحريق، لأن الكثافة أعلى راح يساعد على انتشار الحريق، هذا رقم واحد. السبب الثاني يا شباب موضوع الاختلاف بالصيغة الكيميائية، تعرفون انه المي هو صيغة H2O، اوكي زين، هذا المي، والبترول ومشتقاته يبدو بصيغة اللي هو سحولة CnH2n+2 نفاضة، صحيح؟ اللي هي مثلا هسه اذا كانت ذرة كربون واحدة تكون C1H2O2+2 4، هذا ميثان. إذا C2 تصير H6 هذا إيثان. إذا C3H8 هذا بروبان إلى آخره، وتستمر هذه السلسلة تبدي بغازات إلى غازات متوسطة، عفوا يعني مرة C7 تبدي نفط، وتستمر هاي السلسلة. القصد انه الاختلاف الجذري بين الصيغة يمنع من اختلاط، ويمكن اكثركم مجربين موضوع
انه من مثلا تحط بنزين ويا المي او كذا، حتى اذا تخلط اذا كذا مستحيل يندمج مع هاي الماده بسبب اختلافه الكيميائي. هذه رقم اثنين. السبب الثالث وجود عنصر الاكسجين مثل ما تفضلت ابو المي. هذا المي من يكون راح يختلط بالهيدروكربون اللي محترق اللي حرارته عاليه راح يؤدي الى تبخر هاي العنصرين اللي هو الهيدروجين والاكسجين، وتبخر الاكسجين يؤدي الى شنو؟ يؤدي الى انه يكون عنصر مساعد بالحريق، عنصر مساعد بالحريق. وراح نعطيكم مثال يمكن الكل هنا أنا اكثرهم هم اللي ما يعرف يطبخ، يعني يشوف الاهل والدته اخته تطبخ الى اخره. جرب انه خلي طاوه وخلي بيها زيت اويل، زيت هذا مال الطبخ، خلي بيها هذا من يحمى، خلي النار بيه بحيث ان الطاوه تكون درجه حرارتها عاليه. روح جيب طماطه اثرمها، الطماطه دائما ما يكون بها مي، اوكي، ودخلي الطماطه بالزيت. من المتوقع انه تقول هذه حراره وراح تجيها بروده، المفروض انه هي تطفى او تقل حراره الزيت. راح تشوف ان تخلي الطماطه راح الطاوه تشتعل، شايفين هاي التجربه اكيد. وراح تسال روحك تقول شو السبب اللي خلى الطاوه تشتعل؟ السبب انه هذا المي اللي موجود بالطماطه من يتعرض لحراره عاليه تبخر، والتبخر مالته شنو اللي سوى؟ سوى كان عامل مساعد الى اشتعال هذا الحريق. واضح شباب؟ واضح شبابنا؟ جيد. زين. نجي اخواني لطفاية الفوم. الفوم يعني الرغوة. اخواني طفاية الرغوة تتكون بنسبة 97% من عندها مي، و3% من عندها اضافات كيميائية اللي هي الرغوة. الرغوة يعني هذا مثل الصابون. زين. راح نجي نسأل شباب، هل هي مناسبة مع حرائق أي؟ نعم. زين. هل مناسبة مع حرائق سي؟ شوف لها. لا. غير مناسبة. ليش؟ لأن تحتوي على ماء. نعم. أحسن. زين. هل مناسبة مع حرائق بي؟ لا. ممكن. لأنه ممكن يصير خنق. إذا مستوي خنق. بعد. أريد كل الجواب حتى اللي ما يقدر يكتب بالشات، مناسبة لو لا؟ نعم مناسبة. شبابي اللي ما عنده شيء خليه يروح المايك شباب، الحرائق اللي خاطر الحرائق البترولية، استاذ اغلق المايك استاذ علي حبيب. تمام اخوان، طفايات الفوم هي مصممة لحرائق. بس راح تسألون تقولون استاذ على اي اساس انت تقول 97% منها شنو؟ منها مي و3% رغوة. اخواني هو الفكره من الموضوع هذا يعني مثل ما يقولون طبق اساس، الخليط الكيميائي اللي صار بين الرغوه والمي اولا قلل كثافه المي، ثانيا غير الصيغه الكيميائيه مالته، وهذه موجوده اعتقد بالنيبوش فاير فايتنج، موجودة سلسلة المعادلات اللي هي صار بين الرغوة والمي. بعد شنو؟ وطرد الأكسجين من هاي المادة. ينطرد الأكسجين من بعد التفاعل. فبحيث تكون هذه مناسبة مع حرائق. هسا احنا شو نريد من عندكم؟ نريد من عندكم يوم بكرة باكر يكون عندكم واجب تبحثون، نبحث احنا وياكم.
شنو هذا الواجب؟ هل حرائق الماء مناسبة مع حرائق دي؟ احنا حكينا عن A و B و C و D، يعني هل الماء مناسب مع حرائق المعادن؟ هاي تبحثوها. وهل الرغوة مناسبة مع حرائق المعادن؟ اذا ذن السؤالين باكر نسولف بين قبل لا نبدي. تمام شباب؟ تشيكوهن على جوجل وباكر نحكي بيه. نجي اخواني على اخر طفاية وهذه للاطلاع اللي هي الهالون. الهالون هو غاز طبعا غير سام وغاز فعال بالاطفاء وسعره رخيص الى اخره من مواصفات اللطيفة، لكن دي مشكلة انه هو يأثر على طبقة الاوزون، لذلك المنع دوليا يعني بعد ماكو مصنع يصنع طفاية الهالون، كانت سابقا موجودة بالسوق يعني بالاسواق العربية لكن هسه بعد ما موجود بسبب انه هو المنع من صناعته بسبب تأثيره على طبقة الأوزون. فخاف أحد يسألك شنو طفاية الهالون. طبعا مناسبة مع جميع أنواع الحرائق وسعرها رخيص وغير سامة للإنسان، بس هي تأثر على طبقة الأوزون، يعني لها indirect effect، تأثيرات غير مباشرة. نحن شباب بعد ما كملنا طفايات الحريق نجي على موضوع اللي هو الفاير فايتنج سيستم، أنظمة إطفاء الحرائق. أنظمة إطفاء الحرائق تتكون من ثلاث شغلات أساسية. أولاً السبينكولر، السبينكولر يعني الرشاش، الرشاش اللي يصير برأس الصوندة أو البايب اللي ينقل المي أو سحول النوزل، الرشاش. بعد شنو؟ الستاند بايب اللي هي البايب اللي ينقل المي، إضافة للخزان اللي هو يحتوي على الماء. إخواني طبعاً شايفين هاي الفاير فايتنج بوكس وهاي الأكسسوارات مالته، هذا يعني دائماً ما يكون بطفاية حالياً كان يجي بس بوكس يحتوي على الصوندة والنوزل، هسه صار يجي بطفاية ويجي بهذا الستاند بايب والنوزل. هنا أنا إخواني خلي أسألكم سؤال. إحنا قبل شوية حكينا على موضوع كنا انه المي هو غير مناسب مع الحرائق البترولية وحكينا الاسباب. نشوف محطات النفط والغاز او نشوف بابراج الحفور اللي هي تحتوي على يعني احتماليات وجود حرائق بترولية. نشوف عندهم فاير فايتنج سيستم ب يعني تانكيات مي لا فوم لا الى اخره. زين شنو السبب؟ احنا مو قلنا ما يصير؟ لا استاذ، اذا كان موضوعك عن البير، عن بير الحفر ودي يشتغلون وقو موجود تانكيات المي يستخدم لقتل البير اثناء الحفر، يعني اذا صار ارتفاع. لا 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 مو هذا قصدي، لا مو هذا قصدي، هذاك المد، المد هذا اللي استخدم القتل، هذا نحط له المد بايت وبرايت ومي بحيث انه تصير كثافته عاليه. لا هذا الموضوع ذاك، هذا عفوا لا قصدي عن النار. نشوف المواقع النفطيه مسويه فاير فايتنج سيستم، تمام، او حتى ذني السيارات المتنقله اللي تحتوي على منظومات اطفاء نشوفهم بالمي. شنو السبب استاذ؟ هاي الاماكن غالبا ما يكون المنطقه اللي يطلع منها الحريق هو منطقه حاره، فيستخدمون مي اول شيء حتى للتبريد، ثاني شيء يغلقون الحريق من فوق لجوا حتى يصير خنق، ثالث شيء للتكلفه. انا عفوا للتكلفه متفقين، بس موضوع ليش يستخدم المي واحنا اتفقنا انه هو ما يصير. عفوا استاذ اخواني خلي اجاوبكم حتى نستغل الوقت، تمام؟ عاش تدي اخواني بكل بساطه، خو ما تعبتوا الامور طيبه؟ بكل بساطه طبعا هذا هم جماعة مهندسين النفط يمكن عندهم معرفة به.
اكو شيء سحوله الفلوريجيم، فلوريجيمز اوكي. الفلوريجيم يتكون من اربع شغلات اللي هو نوعيه سحوله بابل ونوعيه سحوله سلاد ونوعيه سحوله بلاك ونوعيه يسموها مست. زين شنو هذا؟ انا راح تسالون تقولوا لي هذه شنو. زين خلينا نغير بالله الالوان. اوكي هذا تانك، العفو هذا بايب، هذا البايب الثاني وهذا البايب الثالث. اوكي كان ليك في الثالث. زين هذا الان. زين شباب النوعية الأولى اللي هي البابل، هذا يكون نوع التدفق اللي موجود هو مي بداخل الأنبوب أو سائل، يعني قصدي بداخل الأنبوب، ويحتوي على، خلينا ناخذ قطرات الغاز هي مثلا خمرة، يحتوي على قطرات أو ما بين خمرة، خلينا ناخذ أحمر، يحتوي على بابل يعني قطرات من الغاز قبل شوية بداخله. وهذا الجريان الطبيعي اللي يصير احنا عندنا مثلا هاي الصوندات مال الماطور هذا اللي بالبيت، هذا الطبيعي انه ماي يجري وبداخله يحتوي على بابل فقاعات من الغاز، هذا الطبيعي. زين النوع الثاني اللي هو خلينا ناخذ انسوه اللي يسمونه البلاك والستاك، هذا هنا يبدا الغاز يكون فقاعه بسبب اختلاف الضغط. يعني تكون طبعا البلاك هي فقاعه اقل، يعني اقل حجمها، السلاك اقل من البلاك، البلاك يصير سداده كانه ما تسد هذا الانبوب، بس لكن ان اثنين هنا هذا السلاك زائد بلاك. خلينا ناخذ مثال واحد انه حجم الفقاعه يزداد يبدي يكبر، وهذا هنا شنو؟ هذا البابل. زين المست هو شنو؟ الرذاذ، هو الجريان يكون عباره عن رذاذ من الغاز. زين هاي العمليه شنو اللي يغيرها؟ شنو البرجر؟ ضغط. الضغط. خلني اضرب لك مثال، خلني اضرب لك مثال. شيشة العطر، العطر هو شنو؟ مو سائل، انت مو تشوف سائل بالشيشة مال العطر؟ صحيح. شنو اللي يخليك من تضغط هذا السبينكولر او هذا النوزل يجيك عباره عن رذاذ طبيعي بحيث ما يبلل القميص مالتك؟ الغاز الموجود فيه المضغوط. لا استاذ مو الغاز، شيشه العطر، العطر هذا الطبيعي، العطر اللي انت تشوف سائل بداخل العبوة طبيعي، لكن من تضغط هذه المنظومة اللي هي يصحولها السبينكولر أو يصحولها النوزل، هاي الضغطة تبدي تحول لك مستوى الجريان من البابل إلى المست اللي هو نوع الرذاذ بفعل الضغط. من يتحول مستوى نوع التدفق من البابل إلى المست، هذا راح يكون اول شغله الكثافه ما تتقل، هذه رقم واحد. تمام زين، من قلت الكثافه مال نوعيه هذا التدفق، قلت الكثافه انه بدا هذا يكون المي يبدي يساعدنا باطفاء هذا الحريق. ولو تشوفون انتم شلون يبدون ينشرونه جماعه الفاير فايتنج، ينشرون يعني ما يخلونه بصوره مستقيمه، يخلونه بصوره منتشره حتى يبدا مثل ما تفضل
احد الاساتذه قبل شويه انه يبدي يعزل هذه النار عن المكان ويخنقها بالاكسجين لحد ما يسيطر عليها، لكن هو مستحيل يجي يستخدم مي طبيعي ويشمره هيك على النار، راح يزيد الاحتراق. لازم اول شغله يحول نوعيه التدفق الى مست ويبدي يعالج هذه الحراره. يعني ان شاء الله استفاديتوا من هذه المعلومه. خلي نكمل شبابنا. تعرفون اكو عندنا شيء سحول الفاير الارم اللي هو الجرس اللي موجود لانذار الحرارة. هذا الجرس يتواجد بالبنايات ويعني بالمؤسسات حتى اذا صار لا سامح الله انذار طوارئ بسبب الحرارة يبدي. طبعا موجود من عنده هيت ديتكتور، يعني مؤشر بسبب الحرارة، واكو من سموك ديتكتور يعني يتحسس السموك الدخان، واكو مالتي سموك اند هيت ديتكتور يعني يتحسس او مؤشر بسبب الحرارة والضغط، وكو يستخدم مانيوال بواسطة اليد. اوكي، اكو شغلة واحدة انه انت بتصميمك اذا كان مانيوال لازم تخلي ارتفاعه 2 متر فما فوق، يعني العفو 2 متر من فما فوق. ليش 2 متر؟ لان انت اذا خليته مثلا متر 1 متر ممكن يجي جاهل او طفل يضغط هذه البريس دقمه ويسوي انذار كاذب ويصيب الموظفين هلع الى اخره بسبب هو ماكش. انت لازم يعني تخلي تقريبا الارتفاع اللي هو موصى به 2 متر، حتى يعني حتى اللي طوله متر ونص هو من يرفع ايده يوصل لي يعني بهالحدود، هذا 1.8 الى 2 متر ويكون بيرفكت. العفو. كرات الحريق شبابنا، كرات الحريق مثل ما تشوفون، كرات الحريق هي تتكون من مادة بداخلها، اللي هاي المادة دائما ما تكون شنو باودر، لأن باودر احنا قلنا أكثر فعالية مع جميع أنواع الحرائق. هذا يتحتوي على حساس من الزئبق، حساس زئبقي يعني يتحسس الحرارة من تكون من 60 إلى 70 سيليزي، تمام؟ وتنفجر، أوكي، ويخرج الباودر اللي داخلها حتى تطفي هذا المكان. طبعاً بها حجم، بها 1 كيلوغرام، بها 4 كيلوغرام باودر، وبها 6 كيلوغرام. يقولون أكو 10 بس أنا حقيقة ما شايف يعني، أوكي؟ هذا كل 1 كيلوغرام يطفي 1 متر مربع، هذا يعني 4 × 4 وهذا 6 × 6، كل 1 كيلوغرام يطفي 1 متر مربع، تمام. واخيرا اللي هي فاير بلانكت اللي تكون اف ار. شنو يعني اف ار؟ تعرفون شنو الاف ار؟ شباب الاف ار يعني فاير ريزيستنس، يعني مقاوم للحريق، مقاوم الى الحريق، هذا ما يسمى بالاف ار. هاي البطانيه تكون اف ار دائما ما تكون مخزونه بالمطابخ او الاماكن اللي تحتوي على غاز. هذه طريقه استخدامها انه احنا نغطي بها الحريق بحيث انه نخنق ونعزل الاكسجين عنه، وهي فعلا تكون اف ار يعني مقاومة للحريق، ما تشتغل يعني بصوره مباشره. فهذه كطريقه استخدام لها في الخنقوم، تمام شباب؟ خير ان شاء الله. اوكي.
ان شاء الله باكر اذا الله سهل نكمل محاضرتنا الثاني المحاضره اليوم الثالثه. اليوم ثالث محاضره شباب اخذنا لو الرابع محاضره الرابع اي احنا بكره نكمل يعني ان شاء الله بكره نكمل هذه وراح ناخذ محاضره بعد نحكي على السكلات اللي يطلبوها الشباب ويعني موضوع مقابلات ما مقابلات تمام ان شاء الله واضح شباب ان شاء الله استاذ واضح واضح ان شاء الله خير اوكي هسه اذا اكو احد عنده فد سؤال يعني اضافه احنا بخدمتكم ان شاء الله السلام عليكم استاذ استاذ بس استاذ حسني اي استاذ موسى حبيبي نعم استاذ بس على كرة الحريق تقدر تفرق بين حرارة الجو وحرارة النار اللي بصفة يعني تدري مرات توصل درجة الحرارة يعني تتعدى هواي يعني ممكن يعني تقدر تفرق اي نعم تفرق هي من بعد الستين يا الله تبدي يعني حساساتها الى السبعين يعني حقول عندنا رفعوا العالم النفسي يعني وصل درجة الحرارة بالستين لا يعني ما وصل الستين لا استاذي نرفع استاذي نرفع العلم البنفسجي احنا رفعناه بالرمي للاستاذ احنا انا يعني هذا احنا مسؤولين عن هذا الشيء رفعنا العلم البنفسجي بسبب الأشعة اللي هي اليوفي فوق البنفسجية هذه الأشعة فوق البنفسجية ما لها علاقة بالحرارة تمام؟ احنا هي كانت الحرارة 50 51 52 يعني موجودة بأغلب المحافظات لكن الإشعاع الفوق البنفسجي كان يعني مستوياته عالية وتعرف هذه المشاكل اللي تصير نتيجة الإشعاعات فوق البنفسجية يعني مواضيع مرتبطة بالكانسر ما كانسر إلى آخره فهنا هذا الموضوع يعني الاماكن اللي توضع بيها دائما ما تكون يعني يفضل مخازن يفضل يعني مو موجود مصدر مال حراره وموجود مثلا فلير او موجود كذا بحيث انه هو يزيد لازم انا اخلي مكان هو ستيبل درجه حرارته فقط درجه حراره الجو بحيث انه مستحيل هسه ما قاعد تصل عندنا يعني بالزايد بالحقول وصلت عندنا 55 56 تمام فهي هو بعد الستين 65 70 يعني وصولا للسبعين تبدا تنفجر هذه الكره اوكي واضح استاذ شكرا جزيلا حبيبي حبيبي اهلا وسهلا نعم ان شاء الله بقت لنا محاضره ومحاضره اضافيه سادسه والطلبه اللي كملوا اجراءاتهم الخاصه ب يعني الشهاده راح يضمهم الاخوان بجروب حتى نشرح لهم طريقه الامتحان ونكمل امورهم الخاصه بالشهادات وموفقين ان شاء الله وشكرا جزيلا.